اهلا بكم من جديد. الان ياتي الحوار ومعي الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عبد المحسن سلامه. الحقيقه اللي تحليلاته طول الوقت يعني صائبه مكثفه موجزه بتحمل المعنى الحقيقي لما يدور على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي. فاهلا بحضرتك، يعني اول مره نلتقي على الهواء مش كده؟ اهلا بك. احنا التقينا التقينا شايف ما جرى في خلال يعني ال 24 ساعه اللي فاتوا ازاي، من حلف اليمين الى المؤتمر الاول لرئيس الوزراء او اليوم يوم العمل الاول، يعني التشكيل، ثم هل في ترجمه لهذا التشكيل النهارده في اول يوم؟ خلينا بس نبدا الاول من التشكيل، لان التشكيل طبعا جه بعد انتخابات الرئيس وتقريبا بقى لنا شهر كان بيتم الاعداد لهذا التشكيل. التكليف تم التكليف بعد بالظبط كده. طبعا حصل تغيير كبير في عدد، ربما يكون التغيير الاكبر في الحكومات اللي حصلت قبل كده. هو في ثلاث حكومات او ثلاث رؤساء وزراء تم تكليفهم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدءا من ابراهيم محلب اللي كان موجود في الفتره الانتقاليه في ولايه رئيس المؤقت عادل منصور، كان مع الدكتور حازم البيبلاوي. عادل يعني منصور لا هو تم، يعني هو تم تكليفه اصلا في بعد حازم البيبلاوي. هو كان معاه في الوزاره معاه في الوزاره، فتم تكليفه في عهد الرئيس المؤقت عادل منصور، ثم عيد تكليفه تاني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده كان في 2014. بعد كده تم تكليف دكتور شريف اسماعيل في 2016، وبعدين كده دكتور مصطفى مدبولي في 2018. ده التغيير الاكبر في الثلاث حكومات دول. ان انت بتتكلم على 19 وزير تقريبا تم تغييرهم. صحيح صحيح، ممكن اكتر. وتم استبقاء حوالي 10 فقط، ودي نسبه كبيره قوي، وده بيؤكد على ان كان في تغيير جذري. يعني المجموعه الاقتصاديه تقريبا بالكامل كلها ما عدا الدكتوره رانيا المشاط. تم استحداث لاول مره منصب، مش لاول مره، في اول مره في الفتره الاخيره لوزاره الاستثمار. لا، وزارات جديده كانت وزاره الاستثمار واستحداث منصب نائب رئيس وزراء. عندنا نائبين صحيح، كان غائب في التشكيلات الاخيره الفترات الاخيره دي كلها. تم استحداث نائبين لفريق كامل الوزير ودكتور خالد عبد الغفار. ودول في تصوري انهم لهم معنى، يعني لهم معنى المساله. يعني لما تيجي تشوف المشهد يا دكتور محمد، لهم معنى بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ اقول لحضرتك ايه؟ يعني مش مجرد مناصب، استحداث مناصب، او كان منصب موجود، ويعني وانا كنت اتمنى كان يبقى في واحد ثالث على فكره، بس انا بتكلم الاول ايه معنى الاثنين. يعني احنا بنتكلم للتنمية الصناعية وبعدين التنمية البشرية. التنمية البشرية كنت التالت تحتاجه ايه؟ المجموعة الاقتصادية. بس ما هو تمام، يعني ممكن الاقتصادية. النائب للتنمية الصناعية يدخل معاه شوية يخش بس لا، لكن بشكل، كنت عايز حاجة ليه المجموعة الاقتصادية بشكل خاص. يعني التنمية الصناعية لا بديل عن اللي مع الفريق كامل الوزير الصناعة وتوطين الصناعة. مصر عدت بفترة صعبة جدا يا دكتور محمد، والحقيقه يعني ما حدث في مصر انجازات غير مسبوقه وبموضوعيه شديده جدا. يعني انت بتتكلم على 10 سنين بذل فيهم جهد غير عادي. على فكره حتى بص، احيانا ايه ممكن حد يتفق او يختلف، يحب او يكره، هو حر، كل واحد هو حر، لكن لما نيجي نتكلم على وقائع وانجازات ما فيهاش وجهه نظر. فممكن بقى ساعتها يقول لك لا اصل ده ما كانش ابصر بدرك، ده ما كانش دلوقتي، ده قصه ثانيه. لكن في الاخر ما حدث على الارض انجاز غير مسبوق. ده ولد في ظروف صعبه جدا. ظروف صعبه جدا. تتكلم بعد ثورتين، تتكلم كنت لسه بتابع حضرتك قبل ما اخش معاك دلوقتي على دوله كانت بتتهز بعنف. بالظبط. يعني فكره سياسه الانهاك والارباك للدوله كانت بتفضل مستمره طول الوقت. دوله كانت بتهز بعنف حقيقي. يعني انك انت توصل لمرحله الاستقرار وان تكون الدوله الاكثر استقرارا في المنطقه في هذا التوقيت كمان بما له من تداعيات خارجيه. يعني شوف التداعيات الداخليه الفتره مش على فكره يعني مش كبيره كده. يعني انت دلوقتي انت الدوله الاكثر استقرارا في المنطقه، رغم ان انت كنت الاكثر
اهتزازا في المنطقه. يعني نقله كبيره جدا بالظبط، يعني نقله كبيره جدا يعني.